بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، حجور الحجرة التي ظلت عثرة أمام تيار الميليشيات الحوثية لأكثر من 8 حجج، وإن زادت فمن عندها. حجر الأبطال وحجور الصالحين، لا أحد يجرؤ على النظر إليها حين تكشر في وجوه القادمين من خارج كشر، ولا يستطيع تجاوز الخطوط التي رسمتها الطبيعة على مداخل المنطقة المرصعة بالرجال الأشداء. لقد سكبت الميليشيات الحوثية دماء قطيع ليس بالقليل من عناصرها في سبيل إحداث خرم في حصون المدينة المتوضئة بالنور، وكل فيلق ترسله لا يرتد إليها إلا خاسئا وهو حسير، هذا إن ارتد أصلا. ولذلك لجأت في أسلوبها الرخيص إلى التحريش بين القبائل وشراء الذمم واستقطاب كل من جعل من نفسه سلعة في مزاد الخيانة ويبيع بها ويشتري. شعرت أن الجيش الوطني الزاحف نحو الشرق أوشك أن يربط ميدي بحجور ويجمع حرض بكشر، فسارعوا إلى تفعيل المعركة المؤجلة أصلا وضرب بعض أبناء المنطقة ببعضهم، أو هكذا تدعي، علهم يحصدوا ثمار أعمالهم القذرة ويدخل المديرية على جثث أبنائها الممزقة وبيوتهم المهدمة. فهل يسمح أبناء حجر وكشر وغيرها من المناطق اليوم للحوثيين أن يحققوا ما عجزوا عنه بالأمس؟ وما موقف الشرعية والتحالف في دعم أبناء المنطقة ونصرتهم في معركتهم العادلة؟ حجور وكشر في مواجهة جديدة مع الميليشيات الحوثية، موضوع حديثنا ونقاشنا وتسليطنا الضوء هذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. وهذا الموضوع أناقشه وأسلط الضوء عليه مع ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ مهدي الهاتف، عضو مجلس الشورى القيادي في مقاومة تهامة وأحد أبرز وجهاء مشايخ حجة. شيخ مهدي، أهلا وسهلا بك. يا مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا بك. اليوم حديثنا عن قبائل حجور، عن منطقة كشر، عن هذه المديرية التي لم تتمكن الميليشيات من دخولها منذ العام 2011. من خلالك شيخ مهدي ومن خلال ضيوفنا أيضا عبر الهاتف سنستطلع تفاصيل ما يجري وحقيقة ما يدور. هل فعلا كما تروج الميليشيات أنها صراع بين طرفين قبليين، أم أن الحشود والجنود والمعدات العسكرية التي لا تملكها القبائل دليل على ضلوع الميليشيات الحوثية في هذا الموضوع؟ في البداية أجدد ترحيبي بك، واسمح لنا أن نذهب لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزملاء. في تصديها لميليشيا الحوث التي أرادت اقتحام مناطقها، أسرت قبائل حجور خلال ساعات 22 عنصرا ميليشاويا، وأحرقت آليات واستولت على عربيتين عسكريتين. مشهد كشف هشاشة الميليشيا حين لا تمتد إليها يد المفاوضات أو تمنح فرصة وهدنة، ولأن الميليشيا أدركت أن انكشاف ضعفها وتلقيها تلك الصفعة من قبائل حجور سيشجع قبائل أخرى على رفض الاستعلاء الميليشاوي، حشد الحوثيون أنصارهم من مختلف المناطق وشنوا هجوما انتقاميا أرادوه في نفس الوقت رسالة لمن يفكر في اتخاذ موقف حجور. شنت الميليشيا مساء الأربعاء هجوما مكثفا على أبناء العبيسة، ووفقا لتأكيدات شهود عيان فالميليشيا استخدمت مختلف الأسلحة ومنها قذائف الهاون والصواريخ والأربيجي، فيما تمت الاستعانة ببعض عناصرها للتمركز في منطقة بني درين جبل الطوايا المطل على قبيلة بني النمشة في العبيسة. الصمود في وجه الميليشيا والاستعصاء على محاولات الاستمالة بالترغيب أو الإخضاع بالترهيب نقطة تحسب لحجور، لكنها أيضا نقطة يجب على الشرعية والتحالف البناء عليها للانتصار للإنسان المعتدى عليه من قبل الميليشيا اللا إنسانية،
وبدون دعم عاجل يتلقاه من يقفون في وجه الصلف الميليشاوي، تكسب الميليشيا جولات جديدة، ويقع البعض ضحية تخوفات سببها انعدام الثقة بتوفر الدعم، إضافة للضربة التي يمكن أن تتلقاها الشرعية حال الاكتفاء بموقف المتفرج. فالميليشيا تستميت منذ أشهر للتمركز في مناطق قبائل حجور الجبلية لقربها من جبهة حيران الساحلية، بعد أن أحرزت قوات الجيش تقدما ميدانيا في الجبهة باتجاه مديرية مستبأ المجاورة لحجور. تفرض كل المعطيات إذن سرعة تعزيز صمود حجور والرد على الهجمة والهمجية الميليشاوية عسكريا، انتصارا للإنسان وحماية للأرض وتأمينا للجيش، وخطوة أخرى على درب استعادة الدولة باعتباره الهدف الأساس، الهدف الذي ينتظره الجميع، وبدون التسريع في الوصول إليه لا أمان للمجتمع. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي هنا في الاستوديو عضو مجلس الشورى وأحد أبرز وجهاء ومشايخ حجة الشيخ مهدي الهاتف. شيخ مهدي، أجدد الترحيب بك. ما الذي يدور في منطقة مديرية كشر بالتحديد؟ حياكم الله. أولا نشكر لكم اهتمامكم واستضافتكم، ولا شك أن اليمن في ظل انقلاب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على العديد من المحافظات، وجزء من هذا الوطن هي مديرية كشر ومنطقة حجور بشكل عام ومحافظة حجة بشكل أعم. هذه المديرية، مديرية كشر، كان لها دورا بارزا في عدم الخضوع لميليشيات الحوثي منذ أن قامت بالهجوم عليها في العام 2011-2012، وصدت هجمات الميليشيات الحوثية وكلفتها خسائر بشرية ومادية كبيرة، وانتصر أهل كشر لإرادتهم ولحريتهم، واستطاعوا أن يدحروا عدوان الحوثيين ذلك الوقت. والحقيقة بشكل عام محافظة حجة تعتبر من المحافظات المهمة والتي يركز الحوثي على السيطرة عليها بشكل كبير، فهي تمثل الركن الشمالي الغربي للجمهورية اليمنية لليمن، لها حدود بحرية على البحر الأحمر، ولها حدود دولية مع المملكة العربية السعودية من جهة الشمال، ومن محافظة حجة أيضا بشكل خاص، وهي أيضا تحد مديرية الحديدة وترتبط ارتباط مباشر من خلال سهل تهامة بالساحل التهامي، ساحل البحر الأحمر، وأيضا من الجهة الشرقية ترتبط بمحافظة عمران، وجنوبا أيضا الحديدة والمحويد. تركز الميليشيات الحوثية على محافظة حجة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص على مديريات حجور. أبناء حجور منطقتهم وطبيعتهم طبيعة مناصرة للشرعية ومناصرة للدولة، ووقفت في وجه الميليشيات. والحوثيون الآن يكثفون هجماتهم على مديرية كشر لعدة اعتبارات. أولا لأن أبناء مديريات حجور وفي مقدمتهم مديرية كشر لهم إسهام كبير في صد الحوثيين وفي مواجهة هذه الميليشيات في الكثير من الجبهات، على وجه الخصوص وفي المقدمة في المنطقة الخامسة، وكذلك في جبهات نهم وفي صرواح في مأرب وفي الجوف وفي صنعاء، فلهم أدوار كبيرة وهم أنصار للدولة وللشرعية وللتحالف، فهي تريد أن تؤدب هذه القبائل وتريد أن ترسل رسالة أن من
يناصر الشرعية والتحالف سيتعرض للهجوم وسيتعرض للحصار. طبعا ليست الآن بدأت هجومها الميليشيات الحوثية، بل في الحقيقة فرضت حصارا ظالما باغيا على مديرية كشر بشكل خاص من مديرياتها المحيطة من الشرق من جهة عمران، ومن الغرب من مديرية مستبى وخيران، وجنوبا أيضا من مديرية الشرفين، يعني مع سيطرتها على هذه المديريات شكلت هذا الحصار. فرضت حصارا وتطارد وتضايق الناس في أرزاقهم، في معائشهم، في تحركاتهم، في تجارتهم، في فأبناء حجور يطالبون الشرعية والسلطة الشرعية ممثلة بفخامة الثلاث رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويطالبون أيضا السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظة المحافظة ووكلائها ومدير أمنها، كما أنهم أيضا يطالبون ويناشدون التحالف العربي الداعم للشرعية والداعم لأنصار الشرعية وأنصار التحالف العربي في اليمن، يطالبونهم نجدتهم والوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم ودعمهم حتى يتمكنوا من مواجهة وصد هذا العدوان. الحوثي قام بعدة هجمات على مديرية كشر خلال هذا العام المنصرم كله، وفشل في هذه الهجمات، وبدأ يشتغل بشكل آخر وهو استقطاب العديد من ضعاف النفوس من وجهات المديرية أو ممن باعوا أنفسهم للشيطان، ويستخدم الترغيب والترهيب لخلخلة مديرية كشر. أيضا استغل النزاعات القبلية استغلالا خبيثا وإجراميا كما هو حاصل في هذه المعركة الآن. حصلت مشكلة بين الدريني والنمشة، يعني قتل أحد أبناء بني الدريني وهو من أنصار الشرعية، واستغل الحوثيون هذا الحدث وهم أصلا في حالة استعداد، يعني هم سبب هذه الفتنة والمشكلة، ليجدوا لأنفسهم مبررا، وحتى لا يتحمل بنو الدريني المسؤولية في هجوم الحوثيين أصدروا بيانا أنهم يفيدوا في هذا البيان أن هذا الهجوم ليس من قبلهم، وأنهم لا يمتلكون الصواريخ ولا يمتلكون هذه الأسلحة الثقيلة التي يقاتل الحوثيين بها أبناء منطقة العبيسة، وهي جزء من مديرية كشر على الخط الرابط بين مديرية عمران وحرض وحوث. فنحن أيضا نضم صوتنا إلى صوت أبناء مديرية كشر وقبائل حجور بنداء نرفعه لقيادة التحالف العربي ولقيادة الشرعية وللسلطة المحلية في المحافظة، وهم يبذلون جهود كبيرة في المتابعة وجهود حثيثة. نطالب الجميع بالتحرك الفوري والعاجل لمناصرة أبناء هذه المديرية والوقوف إلى صفهم وعدم تركهم لقمة سائغة يستفرد بها الحوثيون، يستفردون بهذه المديرية دون سند أو عون. وسيكون لهذه النجدة ولهذه المساندة أثرا كبيرا على الشرعية وعلى التحالف وعلى معركة الشرعية في المنطقة الخامسة في مديرية حيران وحرض ومستبى. نعم شيخ مهدي، نحن نتكلم عن قرابة 8 سنوات من الصمود، عشرات المحاولات الحوثية لإحداث أي اختراق أو يعني النيل من هذه القبيلة الواقفة في وجه الميليشيات أو من هذه المديرية الممتنعة عنهم، والخطاب الذي وجهته هو في غاية الأهمية. دعنا هنا نشرك معنا
في هذا الحوار وكيل محافظة حجة الشيخ ناصر دعقين. شيخ ناصر أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وكيل أول محافظة حجة. نتحدث اليوم عن حجور وبالتحديد مديرية كشر والواقع الذي تعيشه في ظل محاولات الميليشيات استخدام كل وسيلة لدخول هذه المديرية والتنكيل بأبنائها. الشيخ هنا مهدي، الشيخ مهدي وكثير من أبناء محافظة حجة وربما حتى أنتم في قيادة السلطة المحلية تناشدون بنجدة هؤلاء والوقوف معهم في مثل هذا الظرف. هل هناك مؤشرات حتى الآن أو تحركات لنجدتهم؟ أولا أخي العزيز، قبل أن أتحدث عن ما قامت به التواصل من قبل السلطة المحلية بقيادة اللواء عبد الكريم أحمد السنيني أو الحوثيين بعد أن فشلوا في قضية الإغراء وبعد أن فشلوا بعد أن سلموا سيارات وأسلحة وبنادق وحاولوا أن يشتروا بعض الشخصيات الاجتماعية والقبائل في كشر. لكن في الحقيقة يعني دعني أنا أقدم كل الشكر والتحية والإجلال لكل قبائل كشر ولكل أبناء هذه القبائل في هذه المديرية الذي فوتوا كل الفرص على أساس إسقاط أو بيع مناطقهم وجبالهم وقراهم لوضع مدارس ومواقع عسكرية للحوثيين. هم رافضون ورافضين إلى الآن. بعد هذه المحاولات اليائسة والبائسة عمدوا على فتح المشاكل والثارات إسوة بما حدثت في بقية المحافظات الأخرى. الحوثيين الآن عمدوا إلى إثارة النزاع والفتن. طبعا حصلت هذه المشكلة واستغلوها فرصة لحشد مسلحيهم على أساس بالتعاون بحجة موضوع القتيل ابن الدريني. للأسف الشديد الحوثيين الآن هم مسعورين مجنونين بعد تقدم الجيش وبعض حصار الجيش في لمديرية حرب والإطباق عليها، ويتكاد إن شاء الله يتم الإغلاق حول مديرية حرب وتحرير مديرية حيران والآن الدخول إلى مديرية مستبع. يخشون من هؤلاء الأبطال الرجال الأوفياء الذين هم مع الجمهورية ومع اليمن وطبعا لهم تاريخ عريق. هم وقفوا ضد الاستبداد وضد الظلم والبغي من 2012 وقدموا الشهداء عشرات من الشهداء والجرحى. أخي العزيز، نحن قدمنا مناشداتنا واتصالاتنا مع الأخ المحافظ والقيادة السلطة المحلية لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وأيضا قوات التحالف وسمو القائد قائد القوات العملية المشتركة بالتدخل الفوري والسريع العاجل لإنقاذ أبناء مديرية كشر الذي عمدوا الآن إلى وضع نقاط عسكرية من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب لمحاصرتها ومنع إمداد القبائل في المواد الغذائية ويستغلوا وضع الناس في مديرية كشر نظرا للحرب بين الأهل والأولاد والأبناء. ومع هذا إلا أنهم وقفوا وقوف أسطوري بطل رجولي إلى حتى الآن لم يسمحوا ولا زالوا في مواجهة هذا التعدي وهذا الصرف الحوثي الغاشم على أبناء مديرية حجور. هنا إن شاء الله أبشر أبنائنا في كشر، أرجو أن يكونوا عند المسؤولية، أرجو منهم جميعا مشايخ ورجال وقبائل أن لا يسمحوا أو أن يفتحوا فرصة للحوثي. مديرة كشر ستكون عامرة وشامخة بشموخ جبالها، لن تنكسر لها هامة. رجالها سيكونوا أبطال وسيكونوا حراس لمديرية كشر وقارة وبقية المديريات، وستكون قلعة شامخة لتحرير بقية المديريات في محافظة حجة وبقية وأيضا محافظة عمران. أقول نحن نعلم بما يمارسه الأسلوب القدر والحاقد واللئيم من قبل عناصر الحوثي على أساس إثارة النعرات والفتن، لكن من حيث المبدأ عرفوا وشعروا أبناء هذه المديرية خطورة ما يحيط بها أبناء الحوثيين. لهذا ولهذا ندعو إلى تحرك الجاد. هناك إمداد كبير، نحن نعلم أنها خرجت حوالي 40 سيارة محملة مدججة بالسلاح من قبلة عذر باتجاه إلى مديرية العبيسة، وهناك حشد من محافظة حجة ومن بعض متحوثي مديرية كشر إلى خارج المديرية على أساس الهجوم
للدخول إلى الحبيسة وفتح هذه الطريق الذي لا زالت مغلقة على الحوثي أو أن تمد ميليشياتها وعناصرها سواء في جبهتي حيران وحرب. أبناء قشر رجال نعمل من التحالف وعبركم إلى يعني التعامل الجاد مع هذه الإمدادات العسكرية أو المسلحة الحوثيين والتعامل معها تعامل مباشر. أبناء حجر سيحموا قشر وسيحموا محافظة حجة وستنتصر حجة قريبا بإذن الله تعالى. ويعلم أبناء قشر أن هذه الممارسات هي لإثارة الفتن والثارات ونزع الخلافات الدموية بين هذه المديرية، ولكنهم فوتوا الفرصة وإلى الآن هم شامخين قلت لك بشموخ جبالها وهضابها إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك الشيخ ناصر دعقين وكيل أول محافظة حجة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات أيضا والمداخلات. الشيخ مهدي الهاتف، أمام هذه التحركات والحشود الحوثية، أولا أي قبيلتين عندما يدعي الحوثيين بأنها معركة معارك بين قبلية يعني ويريدون أن يخرجوا منها، أي قبيلة تملك هذه الأعداد من السيارات والمعدات العسكرية والصواريخ والقذائف والقناص التي تنشر؟ يعني عن أي حديث يتحدثون وهم يحاولون أن يحرفوا المسار عن حقيقته؟ حياك الله أخي. أولا في البداية يجب أن نقدم الشكر لإخواننا في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة التي تبذل لمناصرة أبناء اليمن بشكل عام والإسقاط هذا الانقلاب بشكل عام على مستوى اليمن، وأيضا لمناصرة أبناء محافظة حجة في معركتهم مع هؤلاء المجرمين الانقلابيين الحوثيين. وكذلك نشكر أيضا قيادة الشرعية، ولكننا نقول أن الوقت يحتاج إلى مزيد من هذه الجهود والمزيد من الدعم والمساندة والمناصرة والعاجلة والتفاعل الكبير في نصرة أبناء حجور. مساندة كشر وقبائل حجور يعني استمرار الآلاف من أبنائهم كما هم يعني مستمرون، استمرار الآلاف من أبنائهم في مناصرة الشرعية وفي الالتحاق بالجيش الوطني وفي الوقوف في وجه هذه الميليشيات. كذلك أيضا مناصرة أبناء حجور ومديرية كشر بشكل خاص له أثر كبير على العديد من قبائل وأبناء المحافظة، لأنهم يعلمون أن قبائل حجور وأن أبناء مديرية كشر على وجه الخصوص وقفت إلى جانب الشرعية ووقفت إلى جانب التحالف العربي في وجه هذه الميليشيات الانقلابية. فمناصرتهم تعني تشجيع العديد من أبناء هذه القبائل إلى الاستمرار في الالتحاق بالجيش الوطني ومناصرة الشرعية والوقوف معها والتحرك في إسقاط هذا الانقلاب وهي عادة الشرعية إلى البلد. فمن هنا ندعو إلى التفاعل الكبير والمساندة الكبيرة المطلوبة هذه الأيام، كما أننا أيضا ندعو أبناء قبائل حجة بشكل عام وأبناء قبائل حجور وكشر بشكل خاص إلى الالتفاف حول الشرعية وإلى الالتفاف مع الجيش حول الجيش الوطني والالتحاق به والتحرك للتخلص من هذه الميليشيات. وندعو أيضا كل من ضعفت نفسه وكل من أثر عليه ترغيب وترهيب الحوثيين إلى أنهم يجب أن يأخذوا عبرة من التاريخ. فأي إنسان يقف إلى جانب عصابة متمردة على الدولة وعلى الشرعية وعلى النظام وعلى القانون، عصابة ربطت نفسها بالمجوس وبمحيط المجوس الإيراني وأرادت أن تخرج الشعب اليمني وأبناء اليمن من محيطهم العربي، لن يكون لها النجاح ولا يكون لها النجاح.
وأنه ارتباط خاسر، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يقفوا إلى جانب إخوانهم وأبنائهم وأن يحافظوا على مديريتهم حتى لا تنزلق وتدخل في حرب شاملة تؤثر على الجميع. طيب شيخ مهدي، يعني الخطاب فعلا موجه لكل أبناء حجة ولكل أبناء الشعب الليبي، لكن مديرية كشر اليوم وهي واقفة بقبائلها ورجالها مع الشرعية، والسؤال الأهم الذي يسأله الجميع: هل الشرعية واقفة مع هؤلاء الأبطال الصامدين؟ هذه النقطة سأناقشها أيضا معك. اسمح لي أن أشرك معي في هذا الحوار العميد محمد الحجوري، قائد محور حرض، قائد اللواء الأول قوات خاصة، أحد أبناء قبيلة حجور. سعادة العميد محمد، أهلا وسهلا. مرحبا بكم. مرحبا سعادة العميد، مع الشيخ مهدي الهاتف عضو مجلس الشورى. نتحدث اليوم عن قبائل حجور ومديرية كشر وانتفاضتها في مواجهة جديدة مع الميليشيات الحوثية. كيف أولا تصلكم الأنباء؟ ماذا لديكم من معلومات؟ أولا نحب أن نسلم عليك وعلى الأخ الشيخ مهدي الهاتف، أهلا وسهلا ضيفك الكريم. ثانيا نحن سبق ومنذ فترة أن ناشدنا مشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية من أبناء حجور وكذلك من أبناء حاجة عامة على الالتحام وتوحيد الصف وعدم الانقسام، وعليهم أن يأخذوا العبرة من المناطق الأخرى التي دخلتها هذه الميليشيات وعرضتها للتدمير ثم ذهبت منها. وقلنا لهم أيضا أن الحوثي الآن في هذا الفترة بالذات ذهب إلى حجور من أجل إعطاء السيارات والسلاح وإغراء بعض الناس اللي هم ضعيفين النفوس من أجل طوب نجاة له، بحيث الحوثي أصبح بدون دعم بشري وهو يحاول الآن الانتقام من حجور وتاريخها يدنسها في آخر المطاف، لأن الحوثي الآن قدم باليمن وقدم ذهبت إلى طهران. وإن شاء الله تعالى نحن على ثقة في مشارق حجور وفي أبناء محافظة حجة جميعا أن يحافظوا على حجور وأن يحلوا المشكلة الدائرة، وحجور لازم تبقى لحمة واحدة ودائرة واحدة ضد هذا الميليشيات، كما أوعدنا قبل 3 أيام الأخ نائب رئيس الجمهورية عندما تلقينا به وقال حجور هي بيد الدولة والدولة ستحافظ على حجور، ولا أريد أن تتقسم حجور أو شيخ ضد شيخ أو فلان ضد آخر، نحن نريد حجور موحدة قوية حصية على ميليشيات الحوثي. من خلالكم ومن خلال ضيفنا الكريم نناشد مرة أخرى مشايخ وغيان حجة بشكل عام وحجور وكشر بشكل خاص، عليهم أن يتحدوا، عليهم أن يعودوا إلى أخوتهم، عليهم أن ألا تأخذهم النزعات الحزبية، عليهم أن لا يغرهم الأموال المدنسة، عليهم أن يحافظوا على تاريخهم، عليهم أن يوقفوا ضد كل من يريد أن يجر حجور أو يجر المنطقة في حجور إلى دخول الحوثي، قبيلة كانت أو شخص أو حزب أو من كان. على حجور أن تتوحد بوحدة محافظة حجة، وأنا زي ما قلت في مقابلة سابقة مع قناة سهيل أن محافظة حجة سيحررها أبنائها من داخل حجة، وأن الحوثي سيسقط سقوط مدوي في حجة في الأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى، لأن حجة هي تاريخ ضد الأئمة، تاريخ بالوقوف إلى جانب الدولة في الفترة السابقة. قد ربما نحن نتكلم بصراحة إن حجة لم يسلط عليها
الإعلام كثيرا برغم ما تحققت من انتصارات بجبهات حجة، برغم ما قدموه أبناء حجة من تضحيات، إضافة إلى جانب أخوانهم من أبناء اليمن كامل. اليوم جبهة حرب هي من اليمن كامل، جبهة ميدي من اليمن كامل، جيمة الجبهات الأخرى فيها من كل المحافظات. طيب سعادة العميد، لأنه ربما نخرج إلى فاصل قصير بعد أقل من دقيقة. سعادة العميد، يعني ما يحدث هناك أيضا من يقرأ هذه القراءة، أن ما يحدث اليوم في كشر، مديرية كشر وللقبائل هناك، ناتج من نتاج أولا وقوفهم وصمودهم مع الشرعية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ناتج من نواتج الانتصارات التي تحققت في حرض وفي منطقة عاغم، مثلث عاغم وغيرها. طبعا منطقة العبسية أو العبيسة بمعنى أصح هي تقع كما يقول ابناؤها، يعني تسيطر على الخط الإزفلتي الرابط ما بين حرض وما بين يعني منطقة حرف سفيان ومديرية حرف سفيان. إذن هل هذه المديرية تدفع ثمن الانتصارات والتقدمات، وما واجبكم أيضا؟ أولا هذه المنطقات احنا حضرنا منها قبل فترة. ثانيا فهذا العبيسة وبيت درس وبني حليس هم يعتبروا البوابة الشرقية لحجور اللي هي محادة لمنطقة عمران. هذه البوابة لازم تتحد، لازم أي صراع فيها أو وجود من يريد أن يعبث بأمن هذا المنطقة يجب على أبناء حجور كلهم الوقوف ضده، لأن هي منطقة متصلة ببعض. العبيسة، بيت الدريني، بني حليس أعتقد وبني قرعين، هذه المنطقة كامل يجب أن تتوحد، يجب أن يحافظوا عليها جميع الناس. نحن نقف ونساند وندعم وسنقف بكل قوة ضد من يحاول أن يمس هذه المنطقة، أيا كان قبيلة أو شيخ أو شخصية أو مهما كان. ونتحضرنا أصحاب النفوس الضعيفة اللي أكل حوث يستخدم في آخر المطاف، وقلنا عليكم أن تتعبوا ماذا حصل بالمشايخ الذي تواطؤوا ودخلوا الحوثي في كل مناطق اليمن، أصبحوا هم من يتعرضوا أول من خربت بيوتهم وأول من استخدمت ضدهم الحوثي كل بشع الجرائم. إن شاء الله تعالى إن هذا المشكلة أنا على ثقة كبير إن أبناء حجور قادرين على غلقها وتأمين هذا البوابة المهمة جدا، المهمة جدا، الذي أراد العدو أن ينقل المعركة من مجتبى ومن أبو دوار إلى هذا المنطقة. أنا أحذرهم، أحذر كل من يلعب وكل من يضعف نفسه، وأنا على كل ثقة في جبهة العبيسة وبني الدرعلي وبني حليش وبني خرعين، والذي لا أستطيع أنهم على قدر المسؤولية ويحوا هذا الكلام. الحوثي الآن بدل ما تكون المعركة في مجتبى وأبو دوار يحاول ينقلها إلى البوابة هذه من أجل تأمينها ومرور إمداده ودعمه من هذا المكان إلى المناطق هذه، وأخبرهم إن الحوثي يتهاوى وإن النصر قريب. نعم. ومن حاول أن يتحالف مع الميليشيين هو الخاسر، الخاسر، ولا سبيل لهم ولا سبيل لمن كل يحاول يتحالف مع الحوثي، لا سبيل وخيار أمام أبناء اليمن كامل إلا التوحد والوقوف مع الدولة، والوقوف مع الدولة. نعم. الدولة هي سيدنا جميعا، لا يمكن أن تتصل ميليشيات على شعب. قائد محور حرض، قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة العميد، أشكرك جزيل الشكر. وأستاذن ضيفي هنا الشيخ مهدي في الخروج إلى فاصل قصير، نعود من ثم نكمل حوارنا معه حول حجور وكشر وانتفاضتهم الجديدة في مواجهة الميليشيات الحوثية.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا وتسليطنا الضوء على منطقة كشر وعلى قبائل حجور وعلى مواجهتهم الجديدة للميليشيات الحوثية مع ضيفنا هنا في الاستوديو الشيخ مهدي الهاتف عضو مجلس الشورى وأحد أبرز وجهاء ومشايخ حجة. جدد ترحيبي بك شيخ مهدي. قبل الفاصل أشرنا إلى ما يتعلق بالدور الذي يقوم به أبناء حجور وتطلع به مديرية كشر بكل أبنائها، والتساؤل هنا عن دور الشرعية والتحالف في إسنادهم. أولا هي فرصة طيبة، وقد تم التواصل من قبل العميد محمد الحجوري قائد اللواء الأول قوات خاصة في حرب، وهي أننا من خلالكم نشيد بالدور الكبير الذي قام به أبطال المنطقة الخامسة بقيادة اللواء يحيى صلاح، وأيضا الدور البطولي الكبير الذي قام به لواء القوات الخاصة في حرض بقيادة العميد الحجوري، وحققوا انتصارات كبيرة، وتحررت مديرية ميدي وحيران، وحرض تكاد ينتهى من تحريرها إن شاء الله بالكامل، ومديرية حيران أيضا تحررت بفضل الله تعالى بجهود هؤلاء الأبطال الأشاوس من أبناء الجيش الوطني قيادات وأفراد. وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الحوثيين يسعون إلى تأمين جانبهم في كشر. والأمر الآخر، نحن على ثقة أنه كما أن التحالف العربي وقيادة الشرعية قامت بجهود كبيرة ودعم كبير لمعركة الدولة والتحالف مع هذه الميليشيات الانقلابية المتمردة التي أرادت أن تكون خنجرا في ظهر اليمن وفي خاصرة المنطقة العربية بشكل عام والجزيرة بشكل خاص، منطقة الجزيرة العربية، فنحن على ثقة كبيرة بأنهم لن يتوانوا ولن يتأخروا عن مساندة إخواننا في كشر، سواء قيادة التحالف العربي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أو قيادة الشرعية متمثلة برئيس الجمهورية ونائب الرئيس والحكومة وكذلك وزير الدفاع. نحن على ثقة بأنهم لن يتأخروا في هذا الدعم وفي هذه الإعانة، يعني حصل، وهذا هو الدور المطلوب. أما أبناء كشر في الحقيقة فهم قد قدموا من التضحيات الكبيرة، سواء في الحفاظ على مديريتهم أو أيضا في المشاركة في تحرير اليمن في مختلف الجبهات بشكل عام. لا تجد جبهة من جبهات اليمن إلا وتجد أبناء حجور أيضا لهم دور بطولي ومساند للشرعية والتحالف، وعلى التحالف وقيادة الشرعية أن يبادلوا أبناء حجور الوفاء بالوفاء والنصرة والمساندة بمختلف الأساليب والوسائل. وأؤكد إلى ما دعا إليه العميد محمد الحجوري، وهو أننا ندعو أبناء حجور إلى تفويت الفرصة على الحوثيين وعلى هذه الميليشيات من أن يدخلوا من خلال تفريقهم أو بث الشحناء والبغضاء والتناحر والخلافات فيما بينهم. نؤكد على دعوته إلى توحد أبناء حجور جميعا وأبناء كشر بشكل خاص، توحيد كلمتهم ودورهم وإطفاء أي مشكلة أو فتنة قد تحصل بين قبيلة أو أخرى، وكلما كانوا متوحدين وكلمة واحدة كلما كانوا جدارا صامتا صادا لكل محاولات بائسة أو يائسة يريدها الحوثيون. نعم. طيب شيخ مهدي، معي الآن عبر الهاتف أيضا الدكتور أحمد مذكور، وهو أحد وجهاء قبائل حجور. دكتور أحمد، أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. ما الذي يدور مع بين قبائل حجور والميليشيات الحوثية هذه الأيام؟ حقيقة ما يعني قبائل حجور بشكل عام من القبائل التي تعصف على الحوثي بشكل عام،
يعني إذا ربطت التغيرات الموجودة في الوقت الحاضر أو في أي وقت، فإن لها ثلاثة خطوط: خط قتالي وخط ثقافي وخط سياسي. أبناء حجور يمثلوا الخط القتالي القوي الذي لا يتراجع، وهي بالنسبة للحوثيين يعني قبيلة مستعصية عليه جدا، أو الخاصرة الرخوة لا يستطيع السيطرة عليها أبدا، لأنه أبناء حجور عانوا كثيرا من ظلم الإمامة ما قبل عام 62 وما بعد عام 62، ظل يعني آثار الإمامة ومخلفاتها موجودة. الآن يعني أريد أن أقول بكل أمانة وبكل صراحة أن هذه القبيلة هي من أهم القبائل، بل هي تمثل الذروة والأساس في 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 انهيار الحوثي. إذا وقفت وقفة واحدة، وقفت وقفة الصمود والتصدي لهذه الميليشيات، لأننا لسنا أمام يعني دولة منظمة قاتلها، ولا أمام نظام معين. نحن أمام ميليشيات لا تتردد أن تعمل الفوضى وتعمل المشاكل، وتعمل عملهم دائما تخريبي. وفي كل الحالات أبناء حجور وقفوا من عام 2011 وما بعدها يعني سدا منيعا في مواجهة الحوثيين، ولم يتراجعوا لحظة واحدة. أستطيع أقول أن أبناء حجور يمثلوا فعلا حجر الزاوية. إذا انتصروا أبناء حجور على هذه الميليشيات ومنعوهم من الوصول إلى ما يريدون، إلى ما تريد هذه الميليشيات، فإن إن شاء الله يعني الجيش الوطني والحكومة الشرعية ستصل إلى بر الأمان. هذه القبيلة أستطيع أقول أنها عبرت مأساة الأمة وخرجت في الطريق الصحيح، ولم تقبل أبدا ولن تقبل أبدا، وأي خلافات داخلية عليهم أن يبعدوا أنفسهم عنها تماما، فهم دائما في مقدمة الصفوف، عليهم أن يصنعوا لأنفسهم تاريخ عظيم يستطيع الإنسان أن يفخر به دائما وأبدا. ولكن دكتور أحمد، ما الذي تملكه مثلا قبائل حجور حتى نتحدث عن أنها يمكن أن تصمد الآن أمام الميليشيات الحوثية وقد استولت على سلاح دولة وتحاول أن تدخل المنطقة ولو بمسميات ويعني مظلات متعددة أو مختلفة؟ الواقع صحيح أن الميليشيا وصلت إلى سلاح الدولة بطريقة يأسف الجميع لما حصل، أنها استولت يعني ميليشيات لا تعرف لا نظام ولا تعرف دولة ولا تعرف شيء، يريدوا أن يعيدوا الوطن واليمن إلى الوراء مئات السنين. هؤلاء في الحقيقة استولوا على سلاح، وقبائل حجور لا يمتلكوا إلا أسلحة متوسطة في الغالب وسلاح خفيف، وبالتالي فإن على الشرعية قبل كل شيء، على حكومة الشرعية أن تدعم هذه القبيلة، فإنها والله تفتح النصر لها، ولن تهزم، يعني لن تهزم، لن تتراجع الشرعية أبدا يوم من الأيام طالما اهتمت بهذه القبيلة ودعمتها بالسلاح والعتاد وجميع ما يلزم. إضافة إلى أنني أدعو دعوة خالصة للتحالف بقيادة مملكة الخير وملكها سلمان بن عبد العزيز وولي عهده أن لا يغفلوا أبدا عن دعم هذه القبيلة الرائدة، فهي فعلا من القبائل التي ترفع الرأس وتضع الحوثي في مكانها المناسب، بل ستستأصل تأفته. وأنا على ثقة علينا أن ندعم، وعلى حكومة الشرعية ودول التحالف أن تدعم تماما هذه القبيلة بدون تردد. الدكتور أحمد مذكور أحد وجهاء قبائل حجور، كنت معنا، شكرا جزيلا لك دكتور، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى الشيخ مهدي الهاتف عضو مجلس الشورى فيما تعلق، دعني أكون صريحا معك، والحديث ليس لشخصكم الكريم ولكن عن الشرعية بشكل عام. حدثت انتفاضات كثيرة خلال الفترة الماضية، حدثت في أرحب، حدثت في إب، حدثت في العاصمة صنعاء، حدثت في يعني مديريات عديدة ومن ضمنها في ريمة وقائد المقاومة هناك، وللأسف خذلت كل تلك الانتفاضات. ما الذي يفرق هذه المرة؟ أنا أقول أخي العزيز، الشرعية الآن في تقدم كبير، وبإذن الله جيشنا الوطني
وخاصة في محافظة حجة، كذلك في الحديدة وغيرها، إن شاء الله ينجزون خلال الأيام القادمة جزء أكبر، وتضاف مديريات إلى المديريات اللي قد تحررت، وهذه لها أثر كبير جدا. وعلى قيادة الشرعية والتحالف أن يكون عندهم سرعة المبادرة، نعم، سرعة المبادرة لنصرة من يحتاج إلى نصرة، لأن الدكتور شيخ مهدي إذا سقطت المنطقة تحريرها يحتاج إلى كلفة أكبر من كلفة المساندة الآن. نحن أملنا كبير في أن التحالف العربي وفي أن قيادة الشرعية لن يتأخروا ولن يتوانوا بإذن الله تعالى، لأن الجميع يدرك أهمية مساندة أبناء حجور ومديرية كشر، وأيضا مساندة أبناء المحافظة بشكل عام. الجميع يدرك هذه الأهمية، وأملنا كبير أن هذه المساندة وهذا الدعم سيكون قريبا بإذن الله تعالى، وما على إخواننا في مديرية كشر إلا أن يصمتوا ويصبروا ويوحدوا كلمتهم، وسيجدون بإذن الله تعالى العون والمساعدة والمساندة، وسينصرهم الله سبحانه وتعالى على هذه الميليشيات الإجرامية الخبيثة بإذن الله تعالى. يعني هو الأمر الآن المطلوب من أبناء المنطقة تدخل الطيران بشكل عاجل لضرب تلك الإمدادات القادمة من الميليشيات الحوثية والعربات والنقاط التجمع، وهذا سيفرق في المعركة بشكل كبير جدا، وهنا الجميع منتظر حقيقة مثل هذه الأمور. اسمح لنا شيخ مهدي أن أيضا نشرك معنا في هذا الحوار الكاتب والشاعر وأحد أبناء محافظة حجة عامر السعيدي. عامر أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم أخي. أهلا وسهلا. في إطار حديثنا عما يجري في حجور ومديرية كشر والمواجهات الجديدة مع الميليشيات الحوثية، ربما إذا تابعنا لك منشورا تحدثت فيه عن أو أشرت إلى كثير مما يتعلق بطبيعة المعركة هناك، ماذا لديك أستاذ عامر؟ أولا أحب أن أنوه أنه في هذه الأثناء تقوم مجامع حوثية بالهجوم على منطقة درب في بيت النمسا، باستخدام كل الأسلحة الثقيلة والمدعية والهاونات وصواريخ الكتف. وثانيا وقبل كل شيء أود أن أنوه إلى أن تقديم القضية من خلال ضيوفكم ومشاركيكم كان تقديم مغلوط. القضية التي تحصل ومطالبتهم أيضا بتجاوزها، القضية التي تحصل أكبر مما يقدم. وأعتقد أن بيان بيت الدريني وصلكم، أنا اليوم عصر اليوم تواصلت مع الأخ الشقيق للمقدور به عثمان الدريني، وأكد لي أن الذي قتل أن الذين قتلوا أخوه هم الحوثيين، وهم الذين قاموا باغتيال فيصل النمسا، وأن النمسا براء من قتل أخيه، وأن الذين قتلوا أخيه هم الذين قاموا بالهجوم على آل نمسا ليلا مستخدمين كل أنواع الأسلحة التي لا تمتلكها قبائل حجور. ثم قبل ذلك وبعده الحوثي يعد لهذه المعركة منذ أشهر، ولقد قام بسحب كل ميليشياته التي تنتمي للمنطقة وأعادها ونصب لها نقاط عسكرية ووضعها في رؤوس الجبال وتمترست خلف البيوت وفي كل المناطق، وسرب أكثر من 100 طن وأكثر من 5000 قطعة سلاح وملايين الريالات أنفقها عليهم، وهو يعد لمثل هذا اليوم. وبينما قبائل وأفراد ونشطاء حجور يطالبون الشرعية التي لا تسمع ولا ترى بالتدخل منذ وقت مبكر، لكن لم يقم أحد بدوره أبدا، وتم الحشد والإعداد لهذه المعركة من قبل أشهر. وسبق أن كتب المصدر تقرير مفصل حول هذه الواقعة عندما كان الحوثي يحشد في منطقة جفلة عبر في عمران، ولديه مجاميع كبيرة يحشدها في منطقة مديرية حيران المحرب بقيادة محافظ الحوثي هلال الصوفي وأبو حرفشة وبعض المشايخ الذين ذهبوا مع الحوثي من وقت مبكر
وكان أبناء المنطقة يناشدون الشرعية والتحالف والجيش الوطني في حرب وميدي بالتدخل لإنقاذهم من هذه المجاميع التي تتجمع وتحشد يوما بعد يوم، لكن لا حياة لمن تنادي. استطاع الحوثي تحريك هذه الحشود ودخل ونصب النقاط لمحاصرة المديرية أكثر والتي هي محاصرة منذ بداية الحرب في منطقة مدخل عاهم وفي مدخل عبديسة باتجاه همران. نصب نقاط جديدة وأعاد مقاتليه ودفع لهم الأموال والأسلحة، واستخدم هذه القضية الآن التي هو اجترحها وهو الذي قام بها من أجل إسعال حرب. آل الدريني وبيت الدريني أنفسهم تصدرون بيان ينفون فيه أي صلة لهم بهذه الحرب، لكن من الذي يعني من الذي يسمع مناشدة الناس؟ أعتقد أن ما قاله وكيل المحافظة والأخ محمد الحجوري ومناشداتهم وهم قادة سياسيين معسكرين للمحافظة لا ينبغي أن يخرج منهم. هم قادة لهذه المحافظة ويجب أن يتخذوا المواقف لا أن يناشدوا، ويجب أن يتقدم الجيش من حرب الذي يقوده محمد الحجوري سيد محمد حرب لفتح طريق لأبناء المنطقة التي يموت أبناؤها يوما بعد يوم، ولا يزالوا يتذكرون علي بن علي حليس الذي اعتدى عليه الحوثيين في منطقته وأطلقوا على ابنه الرصاص وجرحوه وقتل ابنه بسبب النزيف لأنهم لم يستطيعوا إسعافه بسبب الحصار. نعم. لا خلاص ولا أمل لإنجاب أبناء قشر إلا بتحريك الجيش الوطني من حرم باتجاه مستبى التي إلا المسافة التي بين آخر موضع للجيش الوطني وبين مديرية قشر. نعم. أقل من 40 كيلومتر. 40. يجب على الجيش الوطني في المنطقة الخامسة وعلى محور حرب أن يتحرك لإنجاب الناس. ما لم الحوثي سيعمل عملته وسيقتل ويقتل الناس ويهجرهم ولأنه يمتلك القوة ويمتلك الإمكانيات، بينما لا يمتلك أبناء المنطقة حتى وحدة طبية لمعالجة الجرحى. الوضع خطير مثل ما أشرت أستاذ عامر السعيدي الكاتب والشاعر وأحد أبناء محافظة حجة، اعذرني لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك أستاذ عامر. إذن بلا شك ما أشار عامر وربما هو يعني وأنتم كلكم صوت أبناء هذه المحافظة وصوت المحافظة، لابد من تدارك الوضع لأنه ستترتب عليها قضايا إنسانية ليست حتى فقط هزيمة عسكرية، هناك قضايا يعني واقع إنساني سيكون معقد أكثر من اللازم في الأخير. لا شك أن ما ذكره الأخ عامر السعيدي كلام يعني صحيح، وبالتالي فإننا نؤكد على أن أننا نضيف إلى مناشدة أبناء حجور أيضا ندعم هذه المناشدة، وأملنا كبير أن التحالف العربي وقيادة الشرعية سيبادرون إن شاء الله بصورة سريعة إلى المساندة والمساهمة في إزالة وفك الحصار عن أبناء كشر، لأنهم الآن حقيقة المحاصرين بالعديد من النقاط العسكرية. نعم. ويسهل التعامل مع هذه النقاط وإزالتها يعني بمختلف الوسائل. وصلنا إلى الختام، كل الشكر والتقدير لك الشيخ مهدي الهاتف عضو مجلس الشورى وأحد وجهاء مشايخ حجة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا. وبإذن الله ينتصر أبناء كشر وأبناء حجة وقبائل حجور وكل أبناء الشعب اليمني على هذه الفئة الباغي. التحية لكم مشاهدينا ولكل الضيوف الذين دخلوا معنا عبر الهاتف، نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، وإلى اللقاء.